كثير من كبار السن يرون أن شبابهم قد مضى دون عودة، هذا إن كانت حياتهم وسط عوائلهم، فما بالك إن كانت هذه الحياة تمضي بعيدا عن العائلة والأقارب وتقتصر على 4 جدران، سرير وبضعة أصدقاء يعيشون في نفس المأوى. سنتعرف معكم على قصة أبو عبد الله الذي تركته ساقاه وحيدا لكنه قاوم الصعاب ليتعايش مع وضعه. على كرسيه المتحرك يقضي يومه في هذا المكان أبو عبد الله، هذا الرجل الذي يصعب عليه التنقل حتى من كرسيه إلى الفراش. فقد أبو عبد الله قدميه نتيجة مرض جعل من الكرسي رفيقا لدربه ومن السرير مأوى لحكاياته، فلم يستسلم لذلك، فقد احتضن هذا السرير رياضاته التي تجعله يشعر بطاقة قد لا يشعر بها الأصحاء من نظرائه بالعمر. راجعت عدة أطباء فقالوا لي يا أنت تستحق تبتر الساقين الأيمن والأيسر لأن كان قريب واضح وكذا، ما تخاذل ولا ترتجي ولا صار عندي كآبة، بالعكس أنا من النوع المتفائل بالحياة، يعني حتى لو 2 ساقية رايحة بس أنا متفائل، أضحك، أحب أكره العبوس، أكره اللي عنده كآبة، أحب أمرح بهاي الدنيا بالرغم مو موجود هذا. فسوي رياضة على فراشي، تمارين السويدية ليس إلا، بالإضافة إلى هذا السحور مثل الدمبلس حركة بيدي، والحمد لله شيخ وزفير أميقا. حروف هذا الكتاب كانت خير جليس لأبو عبد الله، لكن العمر أخذ من العينين نظرا، ففارقت هذه الأعين كلمات باتت تتلمسها الأصابع وتطبطب عليها ألما، فيصبح الصديق هنا جليسا أكثر خيرا من الكتاب. أنا شفت واسي بالقراءة، بالقراءة والكتابة، بس بالفترة الأخيرة صار عندي الماء الأبيض بالعينتين، كنت ما أشوف حتى التلفزيون ما أشوفه، ولا أقدر أقرأ ولا أقدر أكتب، فحسيت هسه بالفراغ. بتبادل الضحكات والحكاية المفرحة تارة والمؤلمة تارة أخرى، يقضي من يقطن هذا الدار يومهم ويساعدون بعضهم في كثير من تفاصيل اليوم. لبرنامج صباحكم علي مروان يو TV.